كشف النائب عن تحالف فتح أحمد الكناني تفاصيل اجتماع قادة الكتل السياسية بشأن تمرير حكومة مصطفى الكاظمي، وقال أن القادة اتفقوا على أن يمضي الكاظمي باختيار كابينته الوزارية وفقا لمعايير النزاهة والكفاءة والاستقلالية والمقبولية لدى المرشحين. وتمخض عن الاجتماع أيضا الاتفاق على تقديم الكاظمي كابينته بشكل كامل وتطبيق العدالة على جميع الكتل السياسية.